أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد جون بارسا رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروعا جديدا لتمكين الفتيات في صعيد مصر بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار. كما تفقدت المشاط والوفد الأمريكي أحد مشروعات الأعمال للشركات الناشئة والحاصلة على دعم أمريكي ب1 مليون دولار. في سياق آخر، وجهت وزيرة التعاون الدولي 3 رسائل لمؤسسات التمويل الدولية، وذلك خلال مشاركتها في القمة العالمية للبنية التحتية التي تنعقد ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما التقت الوزيرة مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي، وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك غدا لبحث مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة وبحث المشروعات.